قنبلة كبرى شهدها الوسط الرياضي قبل أيام قليلة من إغلاق الميركاتو الصيفي في المملكة العربية السعودية. وشهد الميركاتو الصيفي السعودي الذي يغلق أبوابه في 30 من أغسطس الجاري العديد من الصفقات التاريخية المدوية، أبرزها انتقال البرازيلي ماتيوس بيريرا من ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي إلى الهلال. ولكن يبدو أن الأيام القادمة ستشهد العديد من المفاجآت، خاصة من عملاقي الرياض الهلال والنصر، والذي وصل التنافس بينهما إلى أعلى مراحله. وفي هذا السياق كشف الإعلامي الرياضي حسون البقعاوي عن وجهة صانع الألعاب الإيطالي سيباستيان جيوفينكو بعد الرحيل عن الهلال. والهلال لا يزال يتفاوض مع جيوفينكو للرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم في الصيف الحالي من أجل تسجيل ماتيوس بيريرا في قائمته قبل مواجهة التعاون يوم الجمعة القادم ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري المحترفين. وأعلن البقعاوي في تغريدة مثيرة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة تويتر أن جيوفينكو في طريقه إلى الأهلي المصري. انتقال صانع الألعاب الإيطالي إلى الأهلي المصري يفتح الباب أمام صفقة تبادلية تاريخية تهز الوسط الرياضي السعودي والعربي. وقد ينتقل بموجب هذه الصفقة النجم المصري محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي إلى الهلال. والبرتغالي ليوناردو غارديم المدير الفني لنادي الهلال يطلب من مجلس الإدارة ضرورة التعاقد مع حارس مرمى أجنبي لعدم اقتناعه بإمكانيات عبد الله المعيوف حيث برز اسم الشناوي. وفي حال تعاقد الزعيم مع حارس الأهلي فإنه سيوجه ضربة قاتلة للنصر الذي قدم أكثر من عرض رسمي إلى اللاعب والفريق المصري من أجل حسم الصفقة لصالحه. شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد.